الدنيا تشتغل معاك سموث والدنيا تبقى اوتو كومبليت معاك والدنيا تشتغل وتشوف الملفات كلها. حضرتك بتفتح الفولدر اهو، لو تفتح البرنامج بتاعك وبتسحب الفولدر اللي انت شغال فيه كله كامل زي ما هو، وتيجي على الفيجوال ستوديو وتبدا ايه تحطه على الفيجوال ستوديو، يبدا يفتح عندك هنا تمام. يا اما تسحب الفولدر زي ما انا بسحبه كده، يا اما حضرتك بتقول له فايل اوبن فولدر مش اوبن فايل، وتختار المحاضره اللي انت عايز تشتغل عليها، سيلكت فولدر يجيب لك المحتويات بتاعتك. زي ما احنا شايفين انا مقسم السبوره لثلاث اجزاء. انا ببدا الشرح بتاعي من الجزء الاولاني اللي هو الاسئله كويشن. الجزء اللي في النص ده احنا بنسيبه للشرح، انا اشرح فيه ولا حبيت اكتب حاجه يعني. بس انا غالبا ما بكتبش على السبوره شرح، غالبا بكتب زي ما انتم شايفين كده ايه في كومنت، عشان لو حد عايز يشوف الفيديو لو حد غايب. تاني جزء اللي متقسم قدامكم على السبوره اللي هي التوبكس اللي احنا بنتكلم فيها تمام. طيب هبدا بقى بالاسئله. حد عنده اسئله؟ اتمنى يكون في ناس عندها اسئله كده وتقول لي اسئله على الجزء اللي خد. اتفضل. طيب تمام، صلاة على السلام. الالوان الكلر في اتريبيوت بيقدر يغير لك اللون في اتش تي ام ال، ولكن مش هنستخدمه، لكن مش هنستخدمه وما يفضلش ان انت تستخدمه تمام. هنعمل باستخدام السي اس اس، وده يتطرق لنا السؤال ده حاجه جميله جدا، حاجه ما اتكلمناش عنها، حاجه اسمها اس يو او. اتكلمنا عن السي يو دي قبل كده. طيب هنتكلم على البوينت دي، نتكلم على الجزئية دي عشان نعرف ليه احنا مش هنكتب هنا الوان، مش هنكتب في الاتش تي ام ال الوان، الاتش السي اس اس هنكتب في الالوان والديزاين والكلام ده كله. طيب ده السؤال الاول. حد عنده سؤال تاني؟ السؤال يا شباب يعني غرض من السؤال ايه؟ حد كان بيعمل حاجه في البيت فما ظبطتش معاه، كان البرنامج مهنج معاه، طب الابلكيشن ما عرفتش يسطبه، البرنامج ما عرفتش اعمل له انستول كده يعني. صغر ايه؟ ازاي؟ عشان تعمله زي كده في تاجات لسه ما اتخدتش يعني، المره اللي فاتت ما تطرقناش لبعض التاجات، بس انت كنت تقدر تظبط حته مثلا لو انت عايز تحط حاجه تحتها خط، عايز تخلي حاجه بولد، عايز تخلي حاجه تحت تفصل بين خط وخط بإتشار، عايز توصل تنزل خط تاني بي ار، ده الحاجات اللي انت ممكن كنت تقدر تعملها، لكن ان انت تعمل حاجات تانية لا. طيب طب كويس، خد مني انا النسخه 32 هنا خلاص، انا منزل لك النسخه 32 اهي، فلو انت عايز تاخدها خدها مني. طيب ده كويس، يبقى فكرنا الناس خد النسخه اللي هتشتغل معاك على طول. ان انت تجيب حاجه جنب حاجه حلو. لما تيجي تاخد التيبل او تاخد السي اس تقدر تعمل الحاجه دي كويس. حد عنده اسئله تانيه؟ مين اتفضل؟ على الكي بي اي. هو انا اول مره ما شفتوش عشان الناس كلها مش عارفه يعني ايه كي بي اي، فلسه ما استخدموش. انا من مره انا بقى بتواصل معاك. انا ابعت لك نوتيفيكيشن، انا ابعت لك الكي بي اي نوتيفيكيشن. طيب بص خلينا ابص عليه. طيب انا خلينا ابص عليه، افتح ان انا اول مره بسيب اول الناس او الناس اول مره، بحيث ان هم يكونوا اول مره مش كلهم عارفين يستخدموا الكي بي اي فما ببصش عليه، من تاني مره هتلاقيني بصيت على الكي بي اي وتواصلت معاه. لا معايا، كلمها اقول لها اديني يوزر نيم والباسورد بتاع الصح. طيب بص انا حته التاسكات انا اللي مسؤول عنها هناك في ابص على التاسكات، لكن حته ان الكي بي اي ما يفتحش والكلام ده كله خليك مع اي فلان، ده هي المسؤوله عن الابلكيشن ده اصلا.
تمام؟ هنا لو في مشكله يوزر نيم باسورد كذا كذا، مشكله في الرفع خليك معاها يعني. لكن انا السؤال اللي هو بيقول عليها اللي بتاع التاسكات انا ممكن ابقى مسؤول عنها، فاهمني؟ يعني بص على التاسك لو في ملاحظات ولا حاجه ابدا ابعت له، تمام؟ وخلي بالك انا عايز برضو كل واحد يرفع تاسك على الكي بي اي وبرضو هيجيبه معاه، تمام؟ او انا هعمل له داونلود من هنا بحيث ان انا ايه لو حبيت اشوفه على الجهاز بتاعه وكذا كده. طيب في اي حد عنده اسئله تانيه؟ حد بيسال؟ اه يمين وشمال والكلام ده كله. هو في اتريبيوت اسمه الاين ليفت والاين رايت، بس ده برضو مش هنستخدمه، ده هنستخدمه بالسي اس اس. في حاجات كتير جدا مش هنستخدمها غير في السي اس اس، بس في اتريبيوت اسمه الاين ليفت والاين رايت. بس هي ما ظبطتش معاك هقول لك ان في حاجه النهارده هناخدها. لا في حاجه اسمها ديسبلاي الاين وديسبلاي بلوك، حاجات بتيجي تحت بعضها وفي حاجات بتيجي جنب بعض. طيب في حد عنده اسئله تانيه؟ نشوف المشاكل دي كلها. حد عنده اسئله؟ كله تمام؟ اتمنى ذلك. طيب ايش؟ طيب تعال نبدا بكلمه اللي هو سي يو دي، تمام؟ ايه سي يو دي؟ حد عارف؟ حد يديني معلومه كده عنها؟ سيرش انجينير اوبتمايزيشن. طيب سيرش انجينير اوبتمايزيشن اللي هو اللي هو اختصار لكلمه سيو اللي هو محررات البحث، اكثر كده. احيانا كلنا كتير كده بنكتب مثلا كورسات تعليميه مثلا، فلما تكتب كورسات تعليميه موقع بيجي لك موقع مثلا، ولا اكتب مثلا موقع خيري، خيري حاجه خيريه، او تبرع، اكتب كلمه تبرع بس. اول ما كتبت تبرع بدا يظهر لك ايه حرارات ايه البحث، يبدا يظهر لك كل الحاجات مثلا ايه الاورمان، مش عارف مؤسسه كذا، جمعيه رساله، جمعيه كذا، جمعيه كذا، جمعيه كذا، دي كلها عباره عن مواقع مرفوعه اونلاين. طيب هل دول بس اللي موجودين؟ لا، ده حتى جوجل بيقول لك ايه البيج رقم 2، البيج رقم 3، البيج رقم 4، انت كمان ايه كذا. طب انت عامه انت اول حاجه بتبص عليها اللي هو الخمس ست مواقع او 10 مواقع اللي بيظهروا لك في الاول عشان تخش عليهم، تمام؟ وبعد كده اللي هو بعد رقم 9 ورقم 10 ده انت ما بتوصلوش اصلا. طب ايه اللي خلى الموقع ده يظهر في رقم 9 في البيج رقم 9 وده يظهر في اول موقع من المواقع دي، اول حاجه انت ظهرت عندك دي؟ في شويه حاجات اساسيه انت مالكش اساس غير في عنصر واحد. الحاجه الاساسيه ان هو في ناس ترفع الموقع ده تروح تدي لجوجل وتدفع حاجه زي ان انا بمول الحاجه كده زي ما بقول مثلا على الفيسبوك كده منشور فيوصل لكل الناس. نفس الكلام ان انا برضو ادفع فلوس على السايت بتاعي بحيث ان هو يظهر في المحرر البحث بتاع جوجل في الاول، بس ان انا بظهر المحرر ده لمده معينه، هو بيظهر في الاول لمده معينه. طيب وبديهم الكلمات اللي بتعبر على الموقع بتاعي علشان يبدا يظهر فين؟ في اول الخمسه او سته ويب، اول خمسه او سته ويب سايت انا سرشت عليهم او اي حد سرش عليهم. وليكن مثلا الموقع ده عن تعليم الكورسات، فاي حد يكتب تعليم، اي حد يكتب كورسات عربي انجلش يبدا ايه؟ يظهر الموقع ده من الخمسه الاولانيين. طيب الراجل ده عامل نفس الموقع ولا عامل نفس الموقع؟ واحد الاثنين دافعين فلوس زي بعض في جوجل. طيب ايه اللي يخلي ده يظهر الاول وده يظهر الاول؟ ده العنصر الثاني بقى، ان انا دافع فلوس وهو دافع فلوس، خلاص الاثنين زي بعض، فهو ظهر الاول وانا ظهر ثاني واحد. طب ما المفروض انا اظهر الاول ما انا دافع زيه، صح؟ طيب ده في عنصر ثاني غير الدفع، وحتى الدفع دي بتستمر معاك فتره معينه بعد كده تسكت، يعني خلاص تدفع ثاني. طيب لا انا عايز من غير ما ادفع يبقى حتى لو دفعت وحد دفع معايا يبقى برضو انا الاولويه. في شويه عوامل اسباب كده انت مالكش دخل فيهم، زي الفلوس مالكش دخل بيها انت كديفلوبر، زي حته عدد اليوزر اللي بتخش على الموقع انت قد يكون ليك دخل فيها. ازاي؟ لو الويب سايت شكله كويس، حاجه كويسه بيشد النظر، اكيد اي حد هيخش على الويب سايت ده مش عايز يسيب الويب سايت، فتلاقي عدد الزوار عندك بدا يجيب عدد الزوار اكتر. فعدد الزوار هنا لما كان على الويب سايت والناس بتخش عليه كتير
ده بيساعد على ان هو يظهر في الاول. ده ثالث حاجه. الحاجه الثالثه بقى انت اللي تدخل فيها، بيقول لك محررات جوجل او البورتات بتاع جوجل بيبدا يشوف التاجز اللي اتكتب بيها الكود بتاعك ال HTML وال HTML فايل. فمثلا على سبيل المثال احنا كاتبين مثلا وليكن نيو فايل اهو، كاتبين كده HTML، وجيت هنا كتبت كده بص وليكن هنا مثلا H1 او تاج اسمها سنتر. حلو، تاج اسمها سنتر دول تول كود بريكيتد صح؟ كتبت فيها كلمه هلو. حلو، وجيت هنا عملت تاج اسمها مثلا يو اندر، كتبت فيها بولد مثلا او اي حاجه هلو او اندر لاين هلو. ومثلا في حاجه هناخدها النهارده اسمها تيبل مثلا، التيبل ده رحت قلت له انت خد ويتس بيساوي 100 بكسل، لسه ما خدناش التيبل ده. حلو، كتبت هو عباره عن ثلاث اربع حاجات بس مش اكتر، يعني هو تيبل وكلمه هلو والكلام ده كله بس. لما جيت رفعت كده ادي ايه اللي ظهر، فانت شايف الشكل ادى الغرض اللي انت كنت عايز توديه. ولكن بيقول لك هنا التاجات اللي انت كاتبت بيها دي غلط في اتش تي ام ال 5 في السي يو، فده بيعطل ان انا اكتشف الصفحه بتاعتك. طب امال ايه يا باشا باشمهندس اعمل ايه؟ قال لك الديفلوبر او حد متخصص بالسيو يبدا يشوف التاجات اللي هي ديبليكيتد وما يستخدمهاش، يستخدم البيت بتاعها، يشوف السي اس اس. طيب حاجه حلوه، يدي وصف لكل حاجه، يعني وليكن الوصف بتاع الصوره، عارفين الصوره هنا فيها حاجه اسمها الترنيتيف، الترنيتيف اللي هو البديل بتاع الصوره، لو الصوره مش موجوده الترنيتيف مثلا الصوره دي تعبر مثلا عن تبرع، فبكتب هنا كده تبرع جمعيه، حاجه تعبر عن النشاط اللي انا شغال فيه الويب سايت بتاعي، النشاط بتاعي تعليم، تعليم كورسات حاجه كذا، في الديسكريبشن بتاع الحاجه دي. وفي تاجات تانيه مالكش علاقه بيها انت كيو اي، في حد متخصص اصلا سيو بيبدا يزرع تاجات جوه الهيد هنا اسمها ميتا، نيجي ندوس على الميتا دي قدام شويه، فيزرع تاجات بتعبر عن الويب سايت بتاع ايه، في كل صفحه يعبر عن ايه، بحيث ان انا بكتب هنا كده في التاج بتاعت ميتا واكتب الكونتنت بتاعي دي مالكش علاقه بيها اهو ميتا، وبديله كونتنت، وجوه الكونتنت ده ببدا ازرع في الكونتنت بتاعي مثلا لو المشروع ده او الويب سايت ده عن تبرع، فبكتب هنا تبرعات جمعيه خيريه مثلا بالعربي والانجلش، بحيث ان حد كتب جمعيه، جمعيه كذا، جمعيه تبرع مثلا، اي حاجه تعبر عن النشاط ده يبدا يظهر في محررات مين؟ البحث. موجوده في الهيد زي دي بس ميتا ثانيه، لا حاجه ثانيه تمام، ميتا وتديها الكونتنت، الكونتنت اللي تعبر عنه. دي راجل متخصص من السيو بيبدا يظهر على التاجات دي، بس انت كيو اي بتبدا تكتب التاجات الصحيحه، يعني ما تخليش السيو يتعب معاك، يتعب معاك ان هو مش مضطر ان هو يبص في الكود بتاعك، انت كاتب تاجات صحيحه ولا تاجات مش صحيحه؟ كاتب سنتر ولا تاجات مش تبريكيتد؟ فهو الراجل بتاع السيو مش المفروض ان هو يخش هنا ويبص، المفروض يخش يزرع التاجات بتاعته هنا في الهيد. لكن هو بعض الناس بيبداوا يعملوا تاجات مش مظبوطه، فيبدا ايه؟ يضطر يقول لك ايه؟ طب شيل التاجه دي، شيل التاجه دي، شيل التاجه دي. طب تعال نشوف ده كده ازاي اعرف التاجه بتاعتي صح ولا غلط اصلا. في موقع كده اسمه HTML HTML Validate. W3C هي اللي عامله الكلام ده، وفي مواقع ثانيه. HTML Validate بيقول لك اديني الويب سايت يو ار ال، وانا هخش على الويب سايت واقول لك ايه التاجات اللي ممكن تشيلها والحاجات اللي هي ديبليكيتد وتبدا ايه تشيلها. فانا لسه ما رفعتش الويب سايت اصلا، ده لسه الصفحه عندي صح؟ فبيقول لك هنا كده فاليديت فايل، يعني اديني الفايل اللي انا عايز اعمل عليه فاليديت. فالمفروض ممكن تقول له تشوز فايل وتختار الصفحه اللي احنا كاتبينها. طيب ممكن تقول له فاليديت كود انا هكتبه، فانا ممكن اخد الكود اللي مكتوب في الصفحه ده او ارفع الصفحه واقول له كنترول ايه كنترول سي وتعالى نحط مين الكود بتاعنا واقول له تشيك. هم عباره عن ثلاث سطور اللي انا كاتبهم او تاجتين ولا ثلاث تاجات. شوف كميه الايرور اللي في الثلاث سطور اللي انا كتبتهم دول. بس الراجل بيقول ايه؟ كده خمسه. طيب شوف الراجل قال لي ايه؟ قال لي اول حاجه اول ايرور تمام؟ الكومنتس اللي هي ومش عامل لها كومنت، يعني انا مش عامل كومنت، ده هي مكتوبه كده بيقول ايه دي؟ يعني انت مش هي مش كومنت، لو معمول لها كومنت مش هتجيب لها غلط، هي مكتوبه من غير ايه؟ كومنت. انت حاطط دي في الصفحه دي ولا موجود لها تاجه ولا موجود لها حاجه، سيبها كده وفاضي.
تمام. طب انا اصلا ممكن اصلا من غير ما اعمل حاجه اكتب كده لوري، هل ده موجود جوه التاج ولا اي حاجه؟ مش موجود، بس هو يقول لك ايه اللي انت عامله ده؟ يعني مش عارف هو برجراف ولا اتش 1 ولا كذا. طيب ده اول ايرور. طيب يبقى انت المفروض تخش على دي وتشيلها. تاني حاجه بيقول لي ايه؟ انت العنصر ده في الهيد نسيت التايتل. انا اعرف يعني ايه تايتل ما خدناش قبل كده. التايتل اللي هو ده اللي بيظهر ده، عارف لما تيجي تفتح الفيسبوك بيقول لك مكتوب هنا فيسبوك، تفتح جوجل يكتب لك هنا جوجل. احنا عندنا هنا يا شباب في الهيد بتاعنا ده في حاجه اسمها تايتل، المفروض انا كاتبها اهو. هلو هلو بيج 1، هلو بيج 1. لما اجي افتح الصفحه بتاعتي كده يظهر هنا كده ايه؟ هلو بيج 1 اهو، هلو بيج 1. اتفضل هلو بيج 1. اقدر اكتب فيسبوك، اقدر اكتب جوجل، اكتر اللي انا عايزه، واقدر احط صوره. طيب تعال نرجع للايرور تاني. فين الايرور؟ نرجع تاني. فين بتاع التيبل؟ بتاع التيبل. طيب دي خلاص ايرور. لاين رقم 15 بيقول لي دوكمنت تايب نكتبها. اتش تي ام ال بتاع اللغه نفسها انا اعرف لك دلوقتي، بس رايح بتاع التيبل فين؟ هو ما جابش التيبل ليه؟ وليكن التيبل ده اكتب له حاجه اسمها بوردر واحد، بوردر واحد، وما جابش بتاع السنتر ليه؟ جاب السنتر اهو، بيقول لي الايرور هنا اهو. طيب انا بس انا هعمل ايه؟ هعمل تشيك تاني للفايل اهو، تشيك مش هاخد غير ده، مش هاخد غير التيبل نفسه. حد شايف تيبل؟ بص اهو. التيبل انا ما دام شفتش ليه، هو بيقول لي الويتس اللي انت كاتبه عشان تغير الويتس بتاع التيبل. element الابسوليوت بتاعه ان انت تستخدم ايه؟ use css instead of، ان انت لازم تستخدم لو انت عايز تعمل ويتس للتيبل، ويتس للصوره، ويتس لاي حاجه، انت عشان تغير الويتس ده تكبر الويتس وتغير الالوان وتغير الحاجات دي كلها يفضل ان انت تستخدم ايه؟ css. عايز تستخدم border يفضل تستخدم ايه؟ css. عايز تغير في الشكل، تغير في حاجه يقول لك ايه؟ يفضل ان انت تستخدم فين؟ css. تمام؟ هو الظاهر كان في الايرور ده كان في تحت تاني وما شفناهوش. فمعظم الحاجات الخاصه بالشكل والالوان والكلام ده كله بيقول لك استخدم ايه؟ سيستمز. فالحاجات دي كلها اللي هي حتى البسيطه بتبدا تعطل الصفحه بتاعتك فين؟ في السيو. فلو انا جيت قلت لك النهارده هنعمل الحته دي عشان السيو، تفهم ان انا عايز الصفحه بتاعتي تظهر فين؟ في اول محركات البحث. لو انا قلت لك ان بنعمل الحاجه دي عشان خاطر اليو اكس، حد سمع كلمه يو اكس دي قبل كده؟ طيب يوزر اكسبيرينس. طيب اليوزر اكسبيرينس، اليو اي واليو ايه؟ اكس. حد يديني تعريف ليهم كده؟ الراجل بتاع اليو اي باختصار اللي هو بيبدا يعمل الابلكيشن بتاعك او الصفحه بتاعتك، يكتب الكود اتش تي ام ال وكود سي اس اس وكود بوتستراب وكود جافا سكريبت والكلام كله، بيبدا ينفذ السايت. امال مين اليو اكس؟ اليو اكس اللي بيحط الطريقه او الاستراكشر بتاع السايت، هيبقى فيه هنا كذا، هيبقى فيه هنا كذا، وهناخد اللون كذا، واللون ده هيبقى شكله كذا، والباراجراف ده هيبقى واخد شكل معين، وده هيبقى موجود على الجنب، والاعلانات بتاعتنا تظهر كذا، والبيج بتاعتنا كذا، ويبدا يقسم. زي ايه؟ زي مثال بسيط، زي المهندس والراجل البنا. المهندس هو اللي بيحط الكلام على ورق، صح؟ لكن مين اللي بينفذ؟ الراجل اللي هو البنا، فالبنا ده هو اللي بينفذ، صح؟ لكن هل دلوقتي اليو اكس هو اللي بيكتب ويعمل؟ لا، اليو اكس ده هو بيحط الاستراكشر، وهو الراجل فاهم الراجل هيعمل ايه، يعني هو بيقول له اعمل كذا اعمل كذا، وكمان بيبص على الحاجه بعد ما تخلص، مش انت الراجل المهندس اصلا بعد ما يخلص البنا بيجي يشوف ده غير كذا، عدل في كذا، عدل كذا، صح؟ يبقى هنا نمثل اليو اكس والراجل المهندس اللي عنده اكسبيرينس عن كل حاجه،
ويبدا ينفذ، يدي الورق ده او الديزاين ده او عامله بالفوتوشوب او عامله بالواير فريم او عامله اي حاجه، يبدا يديله الورق بتاع مين؟ بتاع اليو اكس، بتاع اليو اي، اليو اي يبدا ينفذ. تمام؟ هنتكلم عن الكلام ده كتير المرات الجايه، يو اي ويو اكس، بس انا مش عايز اضيع المحاضره في اليو اي ويو اكس، مش عشان مش مهمين، عشان احنا لسه ضيعنا بتاع ربع ساعه ونص ساعه في مين؟ في السيو. فهتلاقيني مره من المرات اقول لك ايه؟ يو اي ويو اكس. تمام؟ لو انا قلت لك النهارده عايزين نخلي محركات البحث بتاعتنا، يبقى التاجه دي مش عايزين نكتبها، التاجه دي مش عايزين نعملها، التاجه دي مش عايزين نعملها، يبقى خاطر مين؟ السيو. طيب تعالى نعمل ديمو بقى ونشتغل بقى، نكمل على المرات اللي فاتت. بسم الله. ديمو 2 دوت اتش تي ام ال. حد اول مره يحضر معايا؟ اول مره؟ في حد هنا اول مره يحضر معايا؟ مهندس؟ في حد تاني؟ طيب إيه، انت عندك باك جراوند عن الاتش تي ام ال والكلام ده؟ طيب كويس. طيب المرات اللي فاتت خدنا ايه؟ فكر بعد كده، خدنا تيك ستاك، بعد تيك ستاك ميديا تاج، بعد الميديا تاج خدنا لينك وما خلصناش. خلاص؟ طيب هبدا اشرح معاك من هنا بقى، هنطلق معاك من تمام، بس انا اجبت اللينك شويه وناخد ايه؟ حاجه اسمها ليست. حاجه اسمها مين؟ ليست تاج. ايه الليست تاج؟ الليست تاج حضرتك احيانا كده تخش على الويب سايت تلاقي كاتب لك ايه؟ 1 اتش تي ام ال، 2 سي اس اس، 3 جافا سكريبت بس، 4 بي اتش بي. واحيانا بتلاقي دي مش 1 2 3 اي بي سي دي، واحيانا تلاقيهم بوليتس، رموز، صح؟ فانا عايز اعمل الرموز دي او الليست دي عندي في الويب سايت بتاعي. قال لك ده بسيطه خالص، عشان تعمل ليست التاجه بتاعت ايه؟ هيكون ايه؟ عايز اعمل ليست التاجه بتاعتي اسمها ايه؟ ليست، بس هي اسمها ال ار، اختصار لمين؟ ليست. واكتب الحاجه اللي انت عاملها اتش تي ام ال. طب عايز اعمل ليست ثانيه، اطلع بره ال اي واكتب ايه؟ ال اي ثانيه، واكتب مين؟ سي اس اس. لما افتح كده اوبن نضيف البراوزر اعمل ايه؟ HTML CSS. سهلة وصعبة؟ طيب بيقول لك طب يا باشمهندس يفضل ان انا لو عايز ارتبهم، يعني انا عايز اخليهم واحد اثنين، قال لك يبقى ال اي وال اي دول هنضطر اول مره ناخد انست التاج اهو، قال لك تحطهم في حاجه اسمها او ال، وقفله الاو ال تبقى تحت. ايه او ال دي؟ او ال دي اختصار لاوردر، يعني ترتيب، ليست يعني لسته مرتبه. فانا رحت فتحت تاجه الاو ال في الاول وقفلت الاو ال في الاخر، فلما نيجي نعمل كده ريفريش قال لي واحد ايه؟ اتنين. وهو اتفضل لو ده كده كده اشيل ايه؟ دي كده اشيل دول؟ ما كده مش سيو صح. واقول له ايه؟ جافا سكريبت ولا هوا، هيجوا جنب بعض كده ولا في اي حاجه، كانك هوا. هو هيزعل منك حتى في السيو، يقول لك ايه ده اللي انت هتقوله. خلاص. وحاجه ثانيه، كويس السؤال ده، لو انا عملت كده ال اي اتش تي ام ال وال اي سي اس اس، الكلام ده صح؟ بس هو بيقول لي بص يا ريس، لو انت عايزهم مرتبين حطهم جوه او ال، لو انت مش عايزهم مرتبين حطهم جوه يو ال. ايه يو ال دي؟ يو ال ان اوردر، يعني مش مرتبين، يعني ده كده ان اوردر، ان اوردر ليست، يعني لو لسته مش مرتبه. بيقول لك بص، سواء انت هتعمل مرتب او مش مرتب، لازم ال ايات دي ال اي ال اي، لا اما في او ال لا اما في يو ال. انت عارف لو انا مسحت كده شغال مش هيبقى مش مرتبين، بس كده ايه؟ كسيو غلط، البراوزر كده في ايرور، يقول لك ده في ايرور، المفروض ده غلط. بس خلي بالك النتيجه هتطلع صح، يعني النتيجه بتاعتك، بص النتيجه هتطلع كده، بص ان انا ما كتبتش زي سنتر كده، ما النتيجه بتاعتك دي ايه؟ ايه في السنتر، بس ده الصح. تمام، المفروض احطهم جوه ايه؟ يو ال، لو انا مش عايزهم مرتبين. طب لو عايزهم مرتبين احط بدل الاو ال دي، بدل اليو ال ايه؟ او ال، حط دي ايه؟ او ال. طيب ممكن الناس تعمل لي لسته كده مرتبه، تمام، فيها اتش تي ام ال سي اس جافا سكريبت. كل الناس خلصت؟ ها مين تاني خلص؟